تورتيلا المكسيكية نحتاج إلى للعجينة 2 كوب من الدقيق، كوب إلا ربع من الماء، نحتاج إلى 2 ملعقة كبيرة من الزيت، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من السكر الحشو، نحتاج إلى 3 حبة من البطاطا، 100 جرام من اللحم المفروم، 1 حبة من البصل، نحتاج إلى مكعب مرقة دجاج، نصف كوب كزبر أخضر، علبة فطر، ملعقة صغيرة من معجون الطماطم، ملعقة صغيرة من الكاري، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، رشة ملح، نحتاج إلى 3 ملعقة كبيرة من زيت الذرة وحوالي كوب من جبن الشيدر. طبعا هذه هي المكونات اللي عندي للوصفة الأولى. حنبدو بالعجينة هي الأولى، حتى ولو عجينتنا ما فيهاش خميرة ولكن لازم نريحوها أقل شيء حتى 10 دقائق بس باش تساعدنا في الفرد وتكون سهلة جدا في التعامل معها. أول خطوة راح نديرها مشاهدين الكرام، أنا هنا عندي دقيق راح نحط عليه الملح، تمام، حنحط عليه حوالي ملعقة صغيرة من الملح بهذا الشكل، وهذه فكرة ممكن تعتمدوها في أي وصفة من التورتيلا، ما فيش أي مشكلة، عادي جدا. حطينا توحنا هنا الملح، حنحط الزيت حوالي 2 ملعقة صغيرة من الزيت، تمام، وراح نحط السكر. طبعا السكر عيارنا فيه ممكن حوالي خلينا نقوله ملعقة صغيرة حتى هو مش نكتره هلبة، لكن السكر شو الفايدة متاع، رح يعطي لون جميل للعجينة أثناء الطهي، وفي نفس الوقت رح يعطي طعم حلو للعجينة، وبالطريقة حيكون محايد. هنحط ملعقة صغيرة من السكر زي ما اتفقنا مشاهدينا الكرام، وتوا رح نعجنها بمية باردة، مش مية يعني مسقعة، لا، ومش مية دافية، يعني مية عادية درجة حرارة الغرفة. رح نعجنها بهذا الشكل. أنا كانت في الوصفة حوالي كوب إلى ربع كية تاخد، لكن أنتم عجنوها لين تتماسك معاكم، أنا نوع دقيق يختلف من نوع إلى آخر. شايفين كيف بدت تتجانس معي؟ مش محتاجين المية خلاص. توا راح نعجن بس العجينة كويس. ممكن نشوفوا كيف ملمس العجينة هنا، طبعا ممكن نستخدم الكاونتر عادي ونبدأ نعجن بالشكل هو. جانست معي، ولت عندي العجينة بالشكل هذا، معجونة كويس. راح ناخدها وردها هنا، والمفروض اني زي ما اتفقنا بنريحها على الاقل حوالي حتى 10 دقائق. كل ما ريحنا العجينة كل ما كان اسهل لينا في الشغل. هذه العجينة اخذناها بهذا الشكل وريحوها بالشكل هو. هنجو تطور الخطوة يلي بعدها. بالنسبة للحشو عندي هنا تنجرة بنخليها شوية لين تسخن، وراح نحط فيها شوية زيت، تمام.
طبعا هذه حشوة خطيرة جدا، فبجديات نتمنى انكم فعلا تجربوها. حطينا احنا تو هنا شوية زيت، راح نحط بصل، والبصل افرموه خشن شوية. نحطوا البصل ونقلبوه. مجرد ما حطينا البصل اللي بنحط عليه الملح، هذا يساعد ان البصل يدبل، لكن رشة يدوبك من الملح. انا عندي انا مكعب مرقة، لو تبغوا تضيفوا طبعا مكعب المرقة، ممكن هنا تستغنوا على البصل، عفوا تستغنوا على المكعب المرقة، ضيفوا حوالي ملعقة صغيرة من الملح للوصفة. نبغى نقلب البصل لين يدبل. عندي راس أكثر لازم تخلص منه. أوكي، هنقلبه بشكل هواء. تمام، دبل عندي البصل زي ما انتم شايفين. راح ناخذ المكعب المرقة ونبدا ندير له بهذا الشكل. ونقلبه. تمام، عندي توا هنا ملعقة صغيرة من معجون الطماطم بنحطها على البصل، وهي صح مكسيكية لكن انا ضفت عليها لمسة هندية اللي هو بهار الكاري، هيعطيها طعم جميل. هنحطها ايضا في المرحلة هي ونقلبه. عندنا هنا شوية فطر هنضيفهم عليهم ونقلبوا الفطر معهم. تمام، عندي توا هنا البطاطا، 3 حبة من البطاطا زي ما شايفين. راح نضيفهم، لكن خليني نضيف حوالي 100 جرام من اللحم المفروم. ممكن تضيفوا اللحم، وممكن على فكرة تستغنوا عليه عادي جدا وتخليها فقط بالخضرة زي ما تحبوا. ضفنا احنا تو اللحم المفروم، حنقلب اللحم نبيه يتخلط مع الخضرة اللي ضفناها بهذا الشكل. تمام، هيك نخلطه احنا الحمل بو يجانس مع المكونات يلي ضفناها. هنجيب توانا هنا البطاطا وراح نهرسها بالشكل هو. بطاطا طبعا مطبوخة، طبخها لمدة حوالي نصف ساعة. راح نهرس البطاطا عندي بهذا الشكل. بعد ما هرسنا البطاطا نمسح الكاونتر عندي هنا، راح نشوف بسم الله. راح نقلب الحم عندي لين نبي الحم يطيب. انا عشان ضفت المكونات الاولى اللي هي البصل والبهارات ومعجون الطماطم بيعك تاخذك طعم، بعدين ضفت عليهم الحم، بس الحم ياخذ من النكهات، مش النكهات، مش الحم ياخذ من النكهات، لا،
نبي النكهات اللي تكون غالبة في الوصفة هي الفطر والكاري اللي ضفناه. توا هنا راح ننزل البطاطا عندي، مجرد ما نزلنا البطاطا راح ننزل عليها شوية فلفل أسود، تمام. نزلنا الفلفل الأسود، نبغى نقلبوا البطاطا مع الحم بالشكل هو، راح انزل عليهم كزبر اخضر، ممكن تستخدموا حبق عادي او معدنوس زي ما انتم ما تحبوا، ونقلبهم بهذا الشكل. تمام، بعد ما تقلبت عندي ولت عندي الحشوة بهذا الشكل، راح نضيف عليها في المرحلة هي جبنة شيدر، وأنا طبعا حصلت نوع أورانج لونة بشكل هو متوفر في الأسواق، راح ناخذ منها بهذا الشكل عندنا هنا. هناخذ كمية، شايفين لونها كيف طالع عندي هنا، بسم الله، شايفين لونها كيف اورانج عندي، هنحط منها بالشكل هو. وعلى فكرة طعمتها قوية جدا، من الجبنة اللي طعمتها قوي، وراح نقلبها فورا. ريحة ركبت عندي هنا متاع الجبنة. تو احنا هي خلاص ولت الحشوة جاهزة، راح نطفي عليها، راح تكون عندي الحشوة جاهزة. حنمشي لفاصل بين ما تكون عندي العجينة ارتاحت، بنشوف مع بعض كيف راح نفردوها ونديروا مع بعض الترتيلا. هذا البرنامج بمساهمة أرز أشفل. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام، طبعا نبغى نخلو الحشوة لين تبرد تماما بهذا الشكل. تو راح نبدأ بفرد الترتيلا زي ما اتفقنا. راح ناخذ العجينة اللي ريحناها بالشكل هو. بعد ما اخذنا العجينة عندي راح ارش شوية دقيق، وراح ناخذ اقراص العجينة بهذا الشكل، نبغى ناخذها تكون اقراص صغيرة. طبعا الكمية دي اللي حوالي 10 أقراص، تمام. راح ناخذ تو اول قرص عندي، راح نحط شوية دقيق، وراح نبدأ في فرد القرص بهذا الشكل. لازم نديروه رفيع على الآخر، لازم نديروه رقيق. بالشكل هو.
بعدين باش يجوا كلهم نفس المقاس راح ناخذوا اول قرص، ممكن تقصوه بدائرة هو قاعد ني، او بعد ما يطيب ما فيش مشكلة عادي. حنتولت عندنا بهذا الشكل، راح ناخدوها ونحطوها على المقلاة بشكل هوا من غير طبعا اي شيء، وبنقلبوها من غير اي طبعا زيت او اي شيء لين تبدأ تدير هيك زي الفقاعات. حنستمروا بالشكل هوا، نقعد هيك نحاول اننا نحركها لين انتفخت. شايفين بدأت تنتفخ التورتيلا، قاعدة تنتفخ. انا عندي هنا التورتيلا بهذا الشكل، راح ناخدها ونقلبها على الوجه الاخر، وحنستنى لين تنتفخ مع بعضها. ممكن هنا بنجيب صحن، شايفين كيف انتفخت التورتيلا؟ يعني هي خلاص توا التورتيلا عندي طابت. اول واحدة حناخدها ونحطها بالشكل هذا. هذه اول قطعة من التورتيلا، حناخد واحدة تانية ونفس العملية. راح نفردها من شوية دقيق ونفرد التورتيلا عندي. يعني من وصفات سهلة جدا، ما مش معقدة نهائيا، وبالفعل من الفطائر الرمضانية المرغوبة جدا. وفي تورتيلا جاهزة ممكن تمشوا تاخدوها الجاهزة وتمشوا بالحشوة هي، ولكن سعرها شوية غالي. فاحنا اليوم درناها مع بعضنا وطعمها شهي جدا، والتورتيلا تحسوك عاطيك على صفار شوية. هذا بسبب السكر اللي ضفناه في العجينة، هذا هو السبب اللي اعطاني ليها شوية صفار للوصفة، زي اللي تحمرت هيك تكرملت أثناء الطبخ. تو هنا بعد ما درناها على شكل دائرة، راح ناخدها وفورا نحطوها بالشكل هو. راح نستمر بالطبخ، حنقعد نلود فيها بهذا الشكل. مش مطلوب مني ان انا نحمرها زيادة على اللزوم، لان انا بعدين رح نرجع نشتغل بها الشغلة الثانية، يعني رح اردها شوية بعدين على النار ورح تشوفوها كيف. غير ممكن تغطوها بقطعة قماش بس ما تجفش منكم. شايفين الفقاعات هاي اللي دارتهم، فقاعات الهواء، شايفين كيف الفقاعات يا ولد عندي. شايفين الفقاعة هنا، طبعا حناخدها نقلبها، حترجع تنتفخ بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. مجرد ما تنتفخ عندي خلاص، يعني هي اول تاني قطعة ولت عندي جاهزة. رح نستمر بالشكل هوا لين تتم عندي الكمية، ورح نرجع لكم ونشوف مع بعض الخطوة يلي بعدها. هذا البرنامج بمساهمة أرز أشفل. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام باش نكمل مع بعض وصفتنا. أنا توا الطريقة الثانية اللي رح ناخدها أو الخطوة اللي بعدها، رح ناخد التورتيلا عندي بالشكل هوا، حنحطها عندي هنا التورتيلا، ورح ناخد كمية من الحشوة وحنحطها في النص بهذا الشكل. لازم تكون الحشوة كميتها كويسة، وراح نسكر بالشكل هوا تمام. دي اول واحدة، خلوها كي واقفة بالشكل هوا. ناخذ قطعة تانية، راح ناخذ شوية زيت ذرة، حنحطها في الطاوة بهذا الشكل، ورح ناخد اول واحدة وبنحمرها
في الطاوة عندي هنا. نجول الثانية. عايش وانا قلت لكم استخدام البطاطا مهم لأنها راح يضعف الكمية الحشو. حطوا كمية الحشو عندي هنا بهذا الشكل. وراح نسكرها شكلات. الزوايد بعدين ممكن نرجع كي نحطهم عندي. راح ناخذ القطعة الثانية ونفس الشكل. نبي نحمرهم لمدة دقائق يعني مش أكتر. مجرد أن نبيهم ياخذوا كي تحميرة بسيطة. ممكن استعمل حتى هي تساعدني أكتر في الشغل. تمام. شايفين التحميرة اللي ولت عندي هنا. وكل شوية شوية نزيدولها زيت لو محتاجين. احنا مش نقلوها، احنا قاعدين نحمصوا مش اكتر. ناخذوها بشكل هواء نفس الفكرة. لين تتحمص عندي. وكل فترة وفترة ناخذ شوية قطرات من الزيت ونضيفهم على جناب هذا الشكل. على مجرد زي ما اتفقنا نبي نحمص التورتيلا مش اكتر. طبعا هي هذه اسمها تورتيلا ولكن توها تحولت لي تاكو بعد ما حمصناها، ولا اللفظ متاعها يقال تاكو. توا هنا رح ناخذ القطعة الخشبية اللي رح نقدم فيها التاكو عندنا هنا. هذه أول قطعة. ناخذ الثانية. راح نستمر ناخذ خبز التورتيلا وناخذ كمية من الحشوة. ونستمر بالشكل هذا. يعني وصفة سهلة جدا وبسيطة، فنتمنى فعلا انكم تجربوها. هذا الشكل نقدموها. طبعا احنا حنمشي لفاصل قصير ونرجع لكم بين ما نكون حمصت الكمية كلها. بشوف مع بعض شكلها النهائي. هذا البرنامج بمساهمة أرز أشفل. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام. طبعا كملت تحميص التاكو عندنا هنا. توا اخذت هيك درة صغيرة بشكل هواء، متوفرة طبعا في الأسواق معلبة جي. وده هيك تحميصها هيك بسيطة. راح ناخذها راح نقدمها بجانب التاكو عندنا هنا. بحكم هيك وصفة مكسيكية فراح نقدمه معها الدرة المحمصة بهذا الشكل. راح ناخذ شوية كزبر ورشوا عليها شوية كزبر. وهذه أول نوع من الفطائر جاهز عندي اللي هي التورتيلا المكسيكية. إن شاء الله عجبتكم الوصفة، وصفة سهلة جدا وبسيطة ما خدتش منها أي وقت.